شبلة؟ لا يا اخي ده تعبان ده هنا ومن طبعا يعني كلام بنانا بعت لها وكل واجب ما اقفل اقفل الجست انا على فكره ما فيش غير الكادر ده اللي ينفع اشتغل ده بيشرب شيشه وده بيشرب شيشه هو الكادر ده ما انا بفهمك لا انا فاهم تصوير وعارف الشمس بتروح مني لا لا انا قفلت لك الجست عشان في ناس عماله كتير تبعت مذيعتنا الجميله يا قناه برنامج مع امنيه هي دي امي والله العظيم اللي هيقول لك صور وتصور انا نفسي اكسر تليفون هيبقى تليفونك مش ده يعني بس مين اللي بيقول لك؟ كل ما زيد صور خير صور. عيب يا جدعان تقدير يا جدعان. أنا هو. حتى السوشيال ميديا والسوشيال ميديا كان انا هسيب الناس النهارده هي حتى الكومنتات هي اللي بتسال الاسئله اللي هي الشباب المصري عنده وده بيحب وعنده ده يا باشا انا قدامك انت اعمل لك بلوك خليش حد يغلط فيك في الكومنتات لك بلوك 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 منورين يا جدعان مرحبا كتيب لا ليون يا ليون يعني ده حاجة جميلة وانا بس انا عارفه من اللي هدف يا مرض لا كمان يلا 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 كده ايه رايك انا هنا انا بطلع لايف كل حاجه فانا من قبل كده طبعا بقول لك خش في اللايف فاتح اصلا واخد التيك توك اهو فيسبوك اللي احنا فيها التيك توك اهو حاجه كده بعملها وخليني اخد اللايف بتاع انا عارف كان عندي لسه ما تشوفوا مين يا استاذ مين
بس على وش الفنان اتفرج عليه ايه لعب راند جوله هي منجو طب اصبر ممكن نخش جوله مع بعض ايوه ماشي هي فاتحه باين منظر بس دروز اكثر ايه هذا لا 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 ايه انا كل البشريه اتسرقت كده فيها ابعت لك قشطه خلاص هي فين ايه اقبل انت حط الكاميرا عليه وانا احط الكاميرا عليه شايفه كده وزي ما بقول بس دخلكوا انتوا الاثنين مع بعض مش الفكره اللي بيسلمها عشان بيكبسوا الناس محترمه جدا اللي عاملينها انا مش دعوه مش هتكبس ده التكبيسه كتيبه يا نهار ازرق هتكبس لايف لا حكاك انت حبيبه مكافح الناس بتشوفك انت بتطلع ما بتقدمش حاجه فيها اسمك والناس بتحبك وقف كده اسمك مش هتبقى عاليه ده مش انا ما بتفهمش اهو طب ده خالد انا ماليش دعوه ولا هو ده اتكلمت ايوه انا اتكلمت باسم يا اخي المتخفي انا واحد من الثلاث صلاجات ده ما ببعتش حاجه في الاخر زي ما بيقول واحده تانيه عارفه ان هي بتتعرى وعارفه ان هي بتعمل غلط واللي بيشتم هو عارف ان اللي بيشتم بيعمل غلط وفي الاول وفي الاخر عارف ان هي بتتحسن الكلام صح في نفس نفسي ربنا شايف لازم يكون في غلط يعني شاب انت ما جبتش المليون انا ما رضيتش بشرط اقول والله كسر الموبايل انا اصلا بتلكك يعني في عمل ولا لا لسه يا لو تعرف احنا عاملين ايه كلامك انت صحيح اصل ما فيش حد شايف ان انا محتاج اكد عشان مش مستني رضا حد ان شاء الله كنت افتح الطلب بس كبش عشان انا مش تكبيسه كديبه انت ماسك الموبايل تتجوزني مش حاجه معنيه انت يا اخي عمال تكتب كومنتات غريبه
جميلة جدا بصراحة. يا ريت طبعا. في تعبت. ايه يا عم ركز. لا ده كده كده. ده كده كده. مش مجاني. لا 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 طبعا. تاريخ هنا يا عم. انا بشكرك وبشكرك. حبيبي يا اخي فيفي عبده بعت لها 5 مو على طول من غير ما انت بتصورني انا حاسك بتغفلني اهو ايه لا لا ده صح اه صاحبه اوعى تصور الدنيا دي انا عارفك يا ولادي طبعا الفل موبايل الحمد لله لا ما بصورك قعدت اجري ورا الشكلين لحد ما جبت ايه ده عرفت ان احنا داخلين جوله احنا كنا بنجمع قفازات النضارة كتير الأنوار تنفيس من النار بنا بنا ما انا بلم والله اللي خد القفاز الراجل امانه ها امانه بقى منه مع القفازات ده في 2 قفاز واحد ولا سحابه لا 2 قفاز يلا خلينا بقى اقفل الجستات بقى عشان ماشي كان معانا اتكلم شويه خالد الكويتي اهو ارحب خلوده يا اخي سيدين كل اللي اسمهم خالد تحس ان هم ناس واجهه كده في البلد محترمين ايوه ابوك انا قصدي على ابوك انا مش قصدي على نفسي ابدا تكبسوا يا جدعان عايزة تزنقنا في الزاوية تكبسوا يا جدعان فنانتنا الجميلة هي يلا أغنية يلا أغنية اه أفهموا ده عبيطة خالد يا جماعة ما أنت بتكلمش كده أنت بتكبر علينا ليه؟ ممكن تقول لي؟ صور مناخيري بقى خش فجاب بيقول لهم قفا مدام اهو ايه قفا مدام اهو انت هبدا يا ساره كنت ما بتكلمش كلمني يا اخي قدرني انا ام التنكه بتاعت الفنانين دي انزل لما تيجي من تحت بقى نقطه
مش بيرن عليا فيديو. 37 ورده اقسم بالله انت جدعان وات ذا فاك. لا انت ايه؟ لا ما انا جاهزين. ما انتوا مستني الناس دي محترمين قوي. لا 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 مين؟ انت دخلت ما؟ انت الشباب هتبرع جدعان هم هنقل بس انها تتنى نجيبش الكاميرا عليها. يعني سواء منار براويج يا جدعان ده مش هتبني استنى لحد بكرة. افاي جنن قسما بالله. نكسب يا جدعان خدوا القفازات. الو شوفونا انا بلاش والنبي. طبعا اللي بيحاول يحقق الهدف شبرا فوق قفازه شبرا بسرعه. طبعا كلنا سايلنت صح؟ كلنا سايلنت. انا اوف ساكت يعني؟ فادي بقى. طبعا اللقاء ده اكيد طبعا اول ما ننزل من الشهر احنا ثانك يو ام ال جحفل. ايوه لونا جحفل يا لونا اضرب يا لونا بس اديني كان لونا التلفاز ده امانه. ممكن تديهم عشان خدت كام قفاز؟ كام قفاز؟ كام قفازين؟ كام قفاز؟ انا بلعب جولة معاهم. مش هينفع عشان كل دول فات فردة يحطوا جنبه حتى ماشي هو هيلقط على طول. هو بيرقص لوحده مش باي.
لا انا مش مكتفي بالنجاح، انا كده لسه اول درجه سلم. يعني الحمد لله رغم اللي انا وصلت له ده كله، انا بالنسبه لي انا لسه في اول درجه سلم. كتير ما اقدرش اعدهم لك واحنا قاعدين هنا، لازم اقعد 3 4 ايام كده اقعد ارص فيه. مفيش حاجه ما اشتغلتهاش، بس عمري ما اشتغلت شغلانه قلت من كرامتي. حتى لما دخلت التيك توك الوحيد في الوقت ده اللي ما كانش بيعمل احكام، لا انا ماليش دعوه، هو السيستم ماشي على الكل، بس انا ليا سيستم خاص بيا، والحمد لله السيستم اللي انا مشيت بيه الناس دلوقتي مشاهير ماشيه بيه ونجحوا عشان هم قلدوني، وده شرف ليا. ممكن تخطب حد من على السوشيال ميديا؟ لا. ليه؟ هم على فكره السوشيال ميديا فيها ناس محترمه جدا وناس اخلاق، وانا عرفت ناس من دي، والموضوع مش عشان نقص منهم ولا حاجه، بس هو مبدا. انت فاهمه؟ يعني مثلا في ناس بتكون مش عايز اشتغل حد مع حد، يعني مش عايز اتجوز حد في نفس مجالي. ليه؟ لاني لا شايف ان بنات السوشيال ميديا ما بتنفعش تتجوز مثلا. ليه؟ اغلبتهم متجوزين دلوقتي وزي القمر في بيوتهم وعايشين عيشه حلوه. بنتك لو حابه تطلع على السوشيال ميديا ايه؟ بنتك لو حابه تطلع على السوشيال ميديا لا. ايه؟ احنا صعايد. طب ايه يا جدعان ده كله يا جدعان؟ ايه يا شباب؟ شوية بس عشان صاحبي بعد اذنك ده. وايه ده كله؟ انا ما خدتش بالي. ايه اللي حصل ده؟ بس واحنا شغالين كان لسه بنزل. دي كانت مفاجأة. ممكن مسلسل قصير. لا بحس المسلسلات ملموسه اكتر، وبدليل ان الناس كلها في رمضان احنا مستنيين مسلسلات رمضان، لان كان بتبقى قصه تانية بقى. يعني لما بيكون في حته ان انت تشوق المشاهد ده كلها طعم تاني،
وتلاقيه لما بيشوفك في الشارع ده، طب ايه الحلقه الجايه، طب ايه الحكايه، بتشد الناس. فدي بحسها ان هي احسن من الفيلم. مسلسل قصير. مين اقرب حد على السوشيال ميديا؟ منار. من الرجاله؟ من الرجاله حوده شيبه. الاثنين اسكندرانيه. بتحب الاسكندرانيه؟ اه طبعا. بلدك ايه؟ سوهاج. وهم الاثنين بلدهم سوهاج في الاصل. حبيبتي انتوا اجدع. عاوز اقول لك ان انا مبسوطه جدا بالكافيه والجو والاجواء. حبيبتي. بجد بجد يعني حاسه ان في روح حلوه في المكان، واحد الناس كلها بتحب تدعمه. الحمد لله. كتير الثلاث سبعات. فالحمد لله ان انا يعني قدرت ان انا اتواصل معاك، والقعده يعني قعدتي معاك بجد بجد طلعت منها كلام كتير الناس كلها كانت عايزه تعرفه. يا كرم ده عامل ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله. ده ده شرف لي. ده شرف لي والله، والله شرف لي. انا اكتر. مش عايز تقول اي حاجة؟ شكرا لكم ان انتم نورتونا وشرفتونا و لا ده حبيبة قلبي، دي مش حبيبة قلبي رندا. عايزة اشكره على كل حاجة اللي بيعملها اللي حواليه، على وجوده وعلى ان هو لازم الناس كتير قوي مع بعض. شكرا لك حبيبتي. حبيبتي حبيبتي. كات اخواتي عاملين ايه يا كتيبة؟ ايه يا ابني؟ ايه يا اسلام يا عم؟ رندا رندا بقالي كتير ما شفتكش، انت فين؟ ليه ما بقالي يجي 3 ثواني مشغول عننا كده و... ليه رندا اخبارك ايه يعني؟ والله وبعدين انت يعني... سبتني 85 جوله يعني، دي كده اسمها تسكير ملف. انا لا تتسكر ملفي قدام العالم. ده في 16 والنهاية. لو سمحت انا ليه عندك 15 قفاز و38 سحابه؟ حبيبتي ثواني. اهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا حبيبتي والله. ان شاء الله باذن الله. خلاص ماشي، خلاص ماشي ماشي. ايه بعد اذنك لو سمحت؟ ايه يا عمر؟ انا ليه عندك 38 قفاز و12 سحابه و4 تايم عايزاهم. لا عناية عايزاهم دلوقتي. لا هتجيب لي شنطة قفازات؟ هجيبهم من جيبي. شنطة قفازات وتيجي. ايه يا حبيب قلبي؟ يلا. ايه؟ انا ولد الشتاء. ايوه انت ولد، انا عارفك من امبارح. يلا. حبيبي. يلا تعالي. حبايب. Thank you.
دلوقتي يوم طيران بس. ها؟ انت ليكي تليفون هنا؟ لا انا جاية. وانا انت فاكر انا مش تليفوني. موجود. واتسابي واتسابي. موجود. يا شباب الله. ايه؟ انا فاتح لايف. اهو. انا مرندا. جيجي. عاملة ايه؟ الحمد لله. تشبي ليه ما تشبي؟ انا لابسة كعب. حبايبي منورين. عايجي ده اصلا. منورة والله. عشان انت حاجة كبيرة بس مش هينفع اشتمه. ده اول بقى. يا جماعة منار منورة بص منورة اللايف عندي والمصحف انا مش مصدق عايزين نقعد بقى عشان انا معاك لا احنا عايزين انا جاي عشانك حبيبة قلبي ربنا يخليكي على ايه مش فاهم اوس ازيك معرفهاش وبعدين انا بتاع الدي جي مش موجود دلوقتي شغلني والله كنت بحاول بس ما عرفتش حاضر خلاص يجي ايه المشكلة انا مش عارف اتابع نفسي لا والله مكنتش بالي من الحاضر طب ثانية واحدة لا تنور بس لا عشان اسمت تمام ماشي ايه مين ثانية بس هخلص مع الناس حبيب طب استريحوا 5 دقايق بره واجي لكم حاضر حبيب يلا نتصور معاك حبايب انا نظاره كتيبه يلا لا بره بس هو البرنامج عندي انا اروح البيت ازاي بالله عليكم يعمل ايه؟ كرم مدور كرم شكلي دكتور صح؟ مدي انا حاسس نفسي دكتور ما بقولهم شكلي دكتور حاسس نفسي دكتور يلا حبيبة قلبي نورتينا يا فنان حبيبي ايه يا من طلوع ايه لا مصطفى يبقى يجيب الكاميرا علينا الصوت يظهر صح طب شايف احنا عايزين خلينا هنا في اي حته عادي لا بص يلا ماشي هنا نقعد هنا لا براحتك عادي اتفضلوا هنا خلونا هنا يلا ما تشيلش احنا ما اتقابلناش الموضوع ده عامل ازاي خد انت خلاص صوت الزعب يا حبيب قلبي نورت وشرفت يا غالي حبيب قلبي على راسي يا غالي نورت وشرفت ثانية بس خلينا مع بعض بس يعني بقى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل
يلي فاكرني ردع دا 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 ايدي مش شقة مش شقة وجايباها من تحت البحر ويا ما شفت ويا احبال على احبال الهبيت ما رجع يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل وحدين في حب ناس حلوين بدل اللي راح قلبي اللي كان طير بيهم كسروا جناحهم وبقول لأي حد جاي يبدور ويمشي بابتها يابا يابا رمي مفتاحه يا وجع الوجع تنفسي انقطع جيت ارجع قالوا لي مليش مرتجع يا وجع الوجع تنفسي انقطع جيت ارجع قالوا لي مفيش مرتجع يا ما شكلي شوفي حد ليل بقى ورحيل ويا عم الدلع الدين ان شاء الله ربع كيلو قافله الحنيه عليا بس ليه يا دنيا مبوزالي واللي جنبي بترمي سكين يا وجع الوجع ده نفسي انقطع جيت ارجع همي قالوا لي مفيش مرتجع يا وجع الوجع ده نفسي انقطع جيت ارجع همي قالوا لي مفيش مرتجع وحدين في حب ناس حلوين بدل اللي راح قلبي اللي كان طير بيهم كسروا جلاحه وبقول لأي حد جاي يغدر ويمشي باب انت يابا يابا رمينا مفتاحه احمد برافو بجد فظيعه والله العظيم صوتك قمر حبيبتي والله نورتينا وشرفتينا باي يا حبيبتي باي اشوفك على خير لا تغلاش عليك الله يخليك يعني لما انا كان قفاز لحد دلوقتي لو سمحت قفازاتي كلها تجيلي مش مستخدمة تجيلي سليمة جديدة زي ما الليلة دي كلها ست قفازات حبيب قلبي اخبارك ايه؟ ايه؟ صوت وقتي ثانية بس يا جماعة ما تنسوش تصوتوا الجان في مسابقة جيمي ذا مايك حبيبي هو وصل كام دلوقتي؟ حبيبي يا غالي حاضر عناية 896 حبيبي نورت يا حاجة حبيبي يا غالي الله يبارك الله اللي قبلنا وصل ل 1,300,000 يا ريت والله يلا حبيب قلبي ما تجيش في لسه وتهزر
خدنا مصرعة مفيش كفازات من وراك اهو. اضربونا فيها بقى. اضربوا هو ده اللي ناقص. يلا انا هقفل ماشي. تقفل؟ تقفل تقفل تفصل ولا تقفل خالص؟ لا هقفل لايف خالص. والله؟ توحشوني طيبوني. يلا. كتيبة بيج لاف شكرا لكم كلكم لكل اللي كبسوا اللي شعروا واللي دعموا واللي قالوا لنا كلمة حلوة في الكومنتات شكرا لكم كلكم إن شاء الله بإذن الله نتقابل بكرة الساعة 12 بس إحنا قريبة يا جدعان هنغير معاد اللايف إحنا لازم قريب نغير معاد اللايف قشطة يلا تصبحوا على خير.